جاء عن الإمام الباقر في صفة الإمام المهدي قال: يورثه الله علما ولا يكله إلى نفسه، كما في عقد الدرر في أخبار المنتظر. وقد ظهر علم السيد التهامي في أكثر العلوم صعوبة، وهو علم أشراط الساعة وعلم الفتن، كما ظهر علمه في القضايا المعقدة بين السنة والشيعة في كتابه المهدي من عترتي، علاوة على أنه ملهم محدث، وقد جاء إليه إلهام بتاريخ 24 شعبان 1440 الموافق 29/4/2019. جاء إليه إلهام بوقوع حرب عبوس وجوع لا يرحم، وعلامة بداية ذلك: إذا رأيتم السودان قد اخضبت واخضلت فالأمر قد بدأ. وقد اخضلت السودان بالطوفان في بداية سبتمبر 2020، وتحقق أول الإلهام دليل على تحقق آخره، لذا فنحن على موعد لا شك فيه مع تحقق بقية الإلهام. جمع الشيخ الزنداني علماء من جامعة الإيمان لمحاججة السيد التهامي في علم الفتن وأشراط الساعة، لكنه حاججهم وتفوق عليهم. قال كعب: المهدي يعطى فقه عشرة، أخرجه نعيم في الفتن.